مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من المانيفستو بيتجدد الميعاد. النهارده حلقه يوم الاثنين، بتشرف ابقى معاكم انا احمد الطهري وزميلي الهندسه الاذاعيه المهندس محمد ساري. في حلقه النهارده ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا كاتب صحفي وعضو المجلس المصري لحقوق الانسان ورجل صاحب فكر وراي، وحاليا بيتولى رئاسه تحرير جريدة من أهم وأعرق الجرائد في والصحف في مصر. ضيفنا اللي مشرفنا هو الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم. منور الراديو 99. والله منور بيك يا أستاذ أحمد، ومساء الخير عليك وعلى كل مستمع راديو 99. خليني بس أنتهز الفرصة الجميلة دي عشان أهنيك بجائزة الإعلام العربي لقناة الإقارة الإخبارية، تجربة رائدة أنت على قيادتها. والحقيقة انه الاعلام المصري محظوظ ان انت موجود يعني على رأس هذا الجيل، لان انت قدمت تجربة مهمة جدا في ظروف صعبة جدا بتخلينا كلنا يعني فخورين ان احنا موجودين في عصر زي العصر اللي احنا موجودين فيه، ونشوف الكفاءات المصرية في الاعلام ازاي ممكن تصنع تجارب قوية تدي مؤشر للعالم العربي ان الاعلام المصري لسه قوي وقادر انه ينافس وقادر انه يحقق انجازات على الارض. وده يعني حاجة احنا فخورين بها جدا يا احمد. يعني هو مجهود فريق متكامل، ويحسب في نهاية المطاف لقيادة هذا الفريق وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وما تاخدنيش بقى في زي ما بيقولوا كده في دوكا، مش بنشوفك كتير يا استاذ بورسعيد اصلا، احنا ما بنشوفكش كتير اصلا، بتقولوا ما تاخدوش في دوكا في بورسعيد. اخبار اليوم صحيفة من أهم الصحف في مصر ومن المؤسسات القليلة اللي بتوصف بالمدرسة الصحفية، لأن المدارس الصحفية في مصر هما مدرستين أو ثلاث مدارس ليس أكثر. لما توليت المسؤولية بداية بقى قلت من أين أبدأ في عملية التطوير، واللي يمكن أثرها بدأ سريعا سواء في الشكل أو في المضمون. يعني كويس ان انت بدأت البداية دي، لانه انا فعلا بدأت من عند مصطفى علي امين. المؤسسين بتوع الجورنال هم دول البوصلة بتاعتي. بتتكلم على جورنال ده عمره 80 سنة، نوفمبر الجاي ان شاء الله 80 سنة. المؤسسين بتوعه لما حطوه كان ليهم شكل معين كده مختلف عن كل الصحافة وقتها في الوطن العربي كله. ربما الاقرب ليهم نمط الصحافة الامريكية، نمط الصحافة البريطانية، تحديدا التلجراف، تحديدا نيوزويك. هم كانوا شايفين الجورنال الاسبوعي في التوقيت ده هو الجورنال اللي هم يقدروا يراهنوا عليه في الموضوع الجذاب القوي، الكتابه الرشيقه، الصوره الصحفيه، الاخراج الصحفي المميز، الموضوعات القصيره اللي هي بتدي فكره، العناوين اللي هي السهل الممتنع اللي فيها فكره وفيها زاويه وفيها حتى الافيه، فكره الافيه حتى وقتها، الكتابه الساخره، الكاريكاتير. فده كان فكر المؤسسين وقتها. راحت السنين وجات السنين وناس كتير عدت فتح للصحافة الحقيقة، يعني كبار القوم في أهل الصحافة والميديا في مصر كلها. لما وصلت عندي أنا بقى موجود في عصر السوشيال ميديا، الإعلام الرقمي، التطور التكنولوجي، الشات جي بي تي، الذكاء الاصطناعي. طب الجورنال هيبقى فين من الحاجات دي كلها؟ لا، الجورنال هيبقى الحاجات دي كلها موجودة جواه، أدوات دي بالضبط كده. يعني أنا عايز أوصل لكل الناس اللي بتتعامل مع كل هذه الأدوات بجورنالي، بالبراند بتاعي. والبراند بتاعي ده الرهان بتاعي. يعني أنا ما أقدرش أقول النهاردة أخبار اليوم من غير ما أقول إن أنا وراي 80 سنة صحافة. طبعا. والتمانين سنة صحافة دول فيهم قارئ وفيهم أب وفيهم ابن وفيهم حفيد وفيهم يعني كل شرائح المجتمع عدت على أخبار اليوم، سمعت عن أخبار اليوم، عرفت أخبار اليوم. فأنا بتعامل مع كل الناس دي. مرة الفنان خالد النبوي كنت بتفرج له على حوار، فقال تشبيه على الفن عجبني. هو بيتكلم ان هو كفنان او كممثل مصري بيحمل على عاتقه إرث عظماء سابقين، المليجي بقى وفريد شوقي وكل العظماء يعني في الفن المصري. المعنى ده نقدر نسحبه أيضا على الصحف القومية. يعني أنت النهاردة في أخبار اليوم أنت بتحمل على عاتقك
إرث عظماء الصحافة المصرية. النهاردة أنت أمام جيل لا يقرأ، وإن قرأ يريد المختصر المفيد، وأمام جمهور بشكل عام أصبح ناقد بالفطرة، يعني يستبق النقد حتى قبل الإدراك والفهم. تتعامل مع المعضلات دي إزاي؟ يعني أنا عايز أقول لك إنه الصحافة أول اجتماع ليا مع الزملاء في أخبار اليوم قلت لهم الصحافة مش هتموت، مينفعش تموت، والمطبوع هيفضل موجود ليوم الدين. وقلت لهم تاريخ الإعلام في العالم كله بيقول إن الوسائط ما بتقتلش بعض، الوسائط بتقعد جنب بعض وتستفيد من بعض. فخلينا ندور على دوائر تأثير جديدة لجورنالنا، دوائر تأثير على كل الوسائط. خلي الجورنال بتاعنا موجود على كل الوسائط، صفحاتنا، الإخراج بتاعنا المميز اللي أنا فيه بالمناسبة أنا حافظت على الإرث، ما حاولتش إن أنا يعني أعمل غير حاجات رتوش بسيطة جدا عشان تتناسب مع إن أنا أقدر إزاي أخد الصفحة المطبوعة دي للوسائط دي. يعني مثلا في الإخراج الصحفي عارف بيبقى ساعات الملفات كانوا زمان يعملوا صفحتين مفتوحين على بعض. لو خدت الصفحتين مفتوحين على بعض دول حطيتهم على السوشيال ميديا هتطلع الصور صغيرة، صحيح، ومش بان عكس ما تاخد صفحة بحالها الدنيا هتبقى مختلفة فيها جدا. وقلت لهم تعالوا نجرب ان احنا نجيب نجوم المجتمع يبقوا موجودين في الجورنال وهم اللي يتكلموا مع الناس في صفحة اخبار اليوم. اي حد بيجي تحت الفكرة دي، الميزة النسبية الاكتر لاخبار اليوم في الاصدارات الورقية اللي هي مسألة ان هو قربه من القارئ، هو بالزبط. قريب من القارئ جدا، بالظبط، وقريب من النجوم كمان. يعني الجورنال ده قايم اصلا على النجوم، النجوم في كل المجالات. يعني انا بتعامل مع شرايح في المجتمع عندها اللي تقوله، يعني عندها حاجه قيمه مضافه اقدر ان انا احطها لك في صفحه الجورنال وانت تتعامل معاها بشكل تستفيد منها، في استفاده، في نوع من انواع الاستفاده، بالاضافه الى الارث بتاعنا احنا انه الصحافه ما بتغلطش الاخطاء اللي موجوده في الوسائط ومش بتتعامل بسهولة مع بقية الوسائط. يعني هي بتتعامل مع المادة الصحفية باحترام شديد جدا، من أول الكلمة المكتوبة اللغة السليمة، الجذاب، الصورة المنتقاة اللي هي بتدي رسالة، وفي نفس الوقت نديها بقى ونضيف عليها روح العصر، الانفوجراف، مسألة التشكيلات اللي احنا ممكن نعملها فندي المعلومات. وخلينا اضرب لك مثال هو انتشر جدا. انا بدأت استكتب اليوتيوبرز اللي هم الناس اللي يعني بتتكلم على اليوتيوبرز وعلى اليوتيوب عندهم تشانلز وبتاعوا مشهورين بالمناسبة، فعرضت عليهم ان احنا نعمل مساحة او زاوية في الجورنال اسمها مساحة وعي. في مساحة وعي دي كل واحد فيهم بيكتب مقال، يعني كل 15 يوم واحد فيهم بيكتب مقال، اتنين مشهورين جدا ومعروفين جدا يعني. فقلت لهم كان في من فترة كده ترند الشجر وقصة الشجر وكذا. فالمهم جبت خطة الدولة المصرية اللي هي فيها الأرقام اللي هي كل سنة إحصائيا هتزيد كم شجرة، وجبت من كل محافظة وكل مدينة جديدة الشجر اللي اتزرع فيها، بالإضافة إلى الشجر اللي تحافظ عليه في أماكنه، الحاجات اللي هي الأثرية وغيرها. ده جهد صحفي وذكاء صحفي أيضا، لكن كانت المعضلة هنا هو إن كان هناك أسئلة تحتاج إلى رد من مسؤولين حكوميين فيما يخص أسئلة الرأي العام، لأن السؤال لم يكن عن هنزرع قد إيه، السؤال كان في شجر اتشال وطرح هذا السؤال وترك، فبدأت لجان كتير تشتغل عليه وتجيب صور، صحيح، من الهند وتجيب صور مش عارف منين والحق فين والحق فين، فبدأ كمان تفاعل الناس يحصل، يقولك لا ده أنا في اسكندرية في المنطقة الفرنية الكلام ده ما حصلش، ده أنا في مصر الجديدة دلوقتي في الميريلاند مثلا الكلام ده حصل أو الكلام ده ما حصلش وهكذا. هنا المعضلة كانت في تأخر
المعلومة الحكومية الرسمية، يمكن طلع بعد كده بقى بيانات رسمية بقى من وزارة البيئة ووضحت والكلام ده كله. طيب خلينا نبعد كده، ناخد رحلة من الزمن، رجعك التسعينات ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، ومكملين حوارنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير أخبار اليوم وعملية التطوير اللي شهدتها أخبار اليوم. طيب فكرة الاستعانة باليوتيوبرز وسحبهم من فضاء الإعلام الرقمي للصحافة الورقية، المعادلة هنا ان انت تبقى على نبض الشارع بطريقة مختلفة، ده المقصود منها؟ الهدف الرئيسي بتاعي انه دوائر تأثير الجورنال تبقى اوسع لاجيال جديدة ممكن ما تشوفش الجورنال وما تعرفش عنه حاجة. لما اشتغلت على الموضوع اللي كنت بحكي لك عليه بتاع الشجر، انا كان هدفي ان انا اقدم معلومة موثقة وبشكل جذاب يقدر اي حد ياخده ويشيره ويبقى جزء من الحراك اللي حاصل وجزء من النقاش الداير حوالين الموضوع. يعني دخلت في الاشتباك بالظبط كده بطريقتي انا بقى على خلفيتي انا، يعني ازاي انا ابقى قيمه مضافه في اي جدل ممكن يحصل في المجتمع، انا جزء من هذا الاشتباك ده باعتباري ان انا مصدر ثقه في المعلومات اللي انا ممكن اقدمها، وفي نفس الوقت مصدر جوده معلومات وجوده اللي انت متحقق من المعلومه كده، وجوده اخراج صحفي قوي. وانا انا بشكر الاستاذ مجدي حجازي، يعني المخرج الفني بتاع جورنال اخبار اليوم التاريخي التاريخي اللي هو محافظ لغايه النهارده، واحد من اعمده اخبار اليوم الحقيقيين اللي بيحافظوا على شخصيه الجورنال اللي موجوده في اخراجه الصحفي ده سنين فاتت، مش عايز اقول من امتى عشان ما كبروش. لكن اشتغلنا على صفحه مخدومه جدا فيها كمان فيها انحياز، ما هو انا كاشف انحياز على فكره من اول يوم انا مع الدوله المصريه، بالمناسبة مع الدولة المصرية في كل خطواتها وفي مشروعها الوطني. أنا كجورنان ده المين بتاعي وأنا بشتغل، ده اللي في ذهني إزاي أنا حافظ على هذا المشروع، إزاي أنا دعمه عند كل شرائح المجتمع اللي بتقرأ لي، وفي نفس الوقت أكون قيمة مضافة في أي اشتباك بيحصل. وهنا مش بتكلم على إن أنا أكون بجمل صورة ولا بعمل حاجة مش مظبوطة، لكن أنا بتكلم على إنه دولة في حالة تهديد لازم يكون في حالة تهديد دائم، بالظبط كده حالة تهديد دائم، ومشروع وطني في حالة تهديد لازم أكون أنا موجود في الصفوف الأمامية للاشتباك والدفاع عن هذا المشروع. لأنه يعني أنا بشوف أنه الصحافة مدفعية تقيلة ومدفعية عندها ثقة، مدفعية موثقة كمان، بالظبط كده، وتقدر أنها تقدم تجارب، يعني الترند فوار، بالظبط كده، الترند يطلع الصبح بالليل خلاص. انما مدفعيه الورق بتتساب للتاريخ، ده حقيقي، وكمان الذاكره دي ذاكره امه وذاكره شعب. انت النهارده لما بتيجي تكتب التاريخ بترجع لايه؟ بترجع للصحافه القديمه، صح. بتشوف الصحافه القديمه قالت ايه، المجتمع كان حركته عامله ازاي وتاثيره، انت اللي بتاخد اللحظه الزمنيه وتسجلها زي المعابد كده وزي البرديات وزي هو دي الارشيف بتاع الصحافه القوميه، ومن هنا تاثيرها ودورها واهميتها. حتى جمهور النوستالجيا، وده جمهور مهم جدا على فكرة، وجمهور بيتفاعل جدا مع الحاجات القديمة لأن بيبقى فيها عبق كده وفيها تراثية وفيها يعني قلق كده، وناس بتبقى مهتمة قبل ما تتولد كان إيه اللي بيحصل في الحياة وإيه اللي بيحصل في الدنيا. لو جيت رجعت للأرشيف وأنا عايش معاه فترة كده بتفرج على التجربة بتاعت أخبار اليوم في زمن في حقبة زمنية معينة كده أنا مهتم بيها، لان كانت فتره تالق شديده جدا، تتكلم على جورنال بيوزع 1,000,000 نسخه و2 مليون نسخه في العدد الواحد. انت عارف طبعا مين اللي وزع لاخبار اليوم 1,000,000 نسخه؟ على استاذ احسان، حسام قدوس، ابراهيم ساده 2,000,000 نسخه. ايوه ماشي بس يعني اول مليونير في الصحافه، مليونير ده يعني اول واحد وزع مليون، اول مليونير في الصحافه الاستاذ احسان عبد القدوس، لانه كان صحفي مميز جدا فعلا، كان امير الصحافه يعني. في نفس الوقت انا براهن كمان على صحافه الراي والصحافه التحليل، والعالم كله النهارده صحافه الراي، بالظبط كده، ولان انا جورنال الخبر بقى موجود على الرصيف. لا الخبر اخر حاجه، يعني هقول لك حاجه، يعني انا اخر حاجه ببص فيها الحقيقه هو الخبر، لانه الخبر بيبقى الحاليه والانيه بتاعته انا بقيسه انا بكره هبقى بيه جديد ولا قديم.
يعني ما بقتش مهتم قوي بالنقطة دي، لكن مهتم جدا بالرأي، بالثقافة، بالموضوعات المعمقة، بالملفات الصحفية، بالمقال السياسي. ويمكن يعني أنا كنت في تجربة بصراحة ناس كتير كانت بتحذرني منها، ما عدا أحمد الطهري. أنا يمكن ناس كتير ما تعرفش عشان الصداقة، أول حد استشرته أرجع الموقف السياسي، الموقف السياسي بس عشان نحكيه هو جزء من هوية أخبار اليوم الأصيلة. يعني لما كان بيتكلم مصطفى أمين وعلي أمين على لماذا ساءت العلاقات بين القصر وبين الوفد، فده كانت كواليس السياسة في المنطقة كلها موجودة في الموقف السياسي. صحيح. وفضل متحافظ عليه لسنوات طويلة إلى أن توقف لسبب ما، أنا بصراحة مش عارف أعرف، يعني مش قادر أحط إيدي إيه بالظبط يعني. لكن اللي أنا تأكدت منه إن كان في ناس خايفة تقرب من فكرة عودة الموقف السياسي الأخبار اليوم. أو يمكن ما عندوش موقف. يعني فكلمت الطهري فقلت له يا طهري إيه رأيك أرجع بالموقف السياسي؟ قال لي جو أهد. وفعلا نجات بالموقف السياسي وفوجئت إن في رد فعل إيجابي جدا طبعا. جدا جدا. أنت كده رجعت أخبار اليوم. بس عايز أقول لك يعني بيحط علي حمل شديد جدا انه ده بوصلة اتجاه الجريمة والموقف السياسي بيتحسب على حاجات كتير قوي. وانا بكتب بحاول اكتب بشكل يعني عايز اقول لك دقة شديدة جدا، حتى في اختيار الالفاظ ما كانتش موجودة عندي لما كنت كاتب مقال في روزا اليوسف. يعني لا روزا المساحة كانت واسعة قوي. روزا اليوسف دي مدرسة الهواء الطلق. ده حقيقي. اكتب وعبر عن اللي جواك على الورق الوردي اللي انت بتعشقه. دي مدرسة الهواء الطلق. طيب استاذ محمود النهارده احنا خلاص يعني على اعتاب اعياد ثوره يونيو في عامها ال11، قيمه ورمزيه ثوره يونيو ورهان خصوم ثوره يونيو على ذاكره المصريين، هاخد منك الاجابه بعد الفاصلة. ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، ومكملين حوارنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم. ثورة يونيو وما تمثل ثورة يونيو للمشروع المصري وهي نقطة الارتكاز. يعني خليني أقول لك إنه إحنا بنفكر في ملف 30 يونيو كان في أفكار كتير جدا، وفي أفكار كتير إحنا بنتكلم على الذكرى ال11، ففي خلال العشر سنين اللي فاتوا أفكار كتير اتقدمت، لكن الواقع على الأرض بيقول إن أنت النهاردة بعد 30 يونيو كسبان حاجة مهمة جدا رغم كل التحديات والأزمات واللي ممكن الناس تعانيه واللي ممكن الناس تشوفه، لكن أنت كسبان دولة، كسبان وطن، كسبان إن أنت عندك قوة بتدافع عنك في محيط. الشاب اللي عنده النهاردة 18 سنة وقت 30 يونيو كان عنده 7 سنين وما شافش تقريبا، او ادراكه لم يستوعب الصوره كامله. صحيح. وما يعرفش المصير اللي الدوله كانت رايحه ليه، وان احنا كنا خلاص رايحين لنقطه اللاعوده كدوله بقى. صحيح. كدوله في كل شيء. الاخوان دايما بيراهنوا على الذاكره في المنطقه دي. وبيستغلوا التحديات اللي انت بتواجهها، التحديات الاقتصادية، تحديات الناس في لقمة العيش، كل التحديات دي كلها. ازاي زي ما بيقولوا كده نعمل فرز وتجنيب ما بين صلابة ثورة يونيو وانها عمود الخيمة اللي اعادت هذه الدولة مرة اخرى من طريق اللا عودة، وما بين مخاطبة هذا الجيل اللي ما شافش؟ يعني شوف طبعا ده سؤال مهم، فكرة انه الاجيال الجديدة ما شافتش ويمكن ما عصرتش وهتفهم ازاي اللي احنا بنقوله يعني. لكن خلينا اقول لك انه الاجيال الجديدة متابعة اللي بيحصل دلوقتي في العالم كله. يعني يكفي انت بص مع غزة جدا طبعا، يعني بص على التيك توك، بص على التواصل الاجتماعي الجديد الشباب مقبل عليه، السناب شات وغيره. كل الحاجات دي لما بيبقى فيها محتوى ليه علاقه بالسياسه او ليه علاقه بالاحوال العامه والشؤون الجاريه وكذا، هو دلوقتي النهارده بيشوف مش بس قصه غزه، انت بتتكلم عن المحيط بتاع مصر كله اخباره ايه. صحيح. بتتكلم عن المحيط العربي كله اخباره ايه.
صحيح. بتتكلم على دول كتير جدا قريبة منك في الظروف وقريبة منك في الإمكانيات وقريبة منك في العدد السكان وغيره، أخبارها إيه؟ فالنهاردة وإنت بتتكلم على رهان وإنت كمان بتسترجع اللي حصل، خلينا أقول لك إن إحنا كان قدامنا مثلا أكتر من زاوية، زاوية غياب دولة القانون ودولة القانون، حالة الفوضى وحالة الاستقرار، حالة الدفاع بالقوة في مواجهة إرهاب كان بيحتل دول في المنطقة، وإنت إرهاب بتقضي عليه بعد 10 سنين من القتال الصعب جدا، واللي ربما جيوش كبيرة مش قادرة تواجه، مش قادرة تواجه، بتخاف. يعني أنت يعني في وقت من الأوقات الأمريكان منعوا عنك قطع الغيار ده، ودي على فكرة وده جزء مهم جدا. بعد 11 سنة النهاردة أنت عندك قاعدة عسكرية متطورة. عايز أقول لك إنه أنا أكبر مشهد واقف عنده في 30 يونيو إن المصريين لما نزلوا قالوا لأ، ما قالوش لأ للإخوان، قالوا لأ للإخوان واللي ورا الإخوان، وده الأهم والأخطر، إن في شعب تحدى نظام عالمي عايز يفرض علينا ناس محددة. يعني ثورة 30 يونيو هو عنوانها الـ 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 العظيم هو إنقاذ وطن. رئيس عبد الفتاح السيسي دايما يلخص استدعائه للمهمة، وهو التوصيف اللي يفضله، يعني ان هو تم استدعائه في مهمة انقاذ وطن. ده حقيقي. تحديات الامن القومي في 2013 وتحديات الامن القومي في 2024 تشوفها ازاي؟ عايز اقولك ان انت بنيت في وقت قياسي قوة لا يستهان بها، النهاردة انت تقدر تراهن عليها في اي حد بيحاول انه يقرب منك. صحيح. خلينا نرجع بالذاكرة كده 3 سنين ورا، كان في مشهد مهم في البحر المتوسط وانت بتحمي الغاز بتاعك، هنا القوة المصرية بانت جدا، بانت جدا، وكانت اللي جرب واضحة بالظبط كده. رسمت خطوط حمراء، وخطوط حمراء ما حدش في المنطقة جرؤ انه يتكلم على خط احمر الا الرئيس المصري بوضوح شديد جدا، ورسالة للعالم كله، وانت بتقول انه امن القوم المصري لا، ما حدش يقرب منه لانه انت ما تعرفش نتائج اللي انت هتعمله ده. ان انت النهاردة نقطة اتزان في المنطقة، نقطة يعني الاتزان والعقل الوحيدة في المنطقة، ويمكن كان يعني انا كتبت المقال يمكن رقم 3 ليا في الموقف السياسي، اللي هي قوة الحكمة في اقليم فقد عقله. اللي بتشوفه النهاردة في هذا الاقليم انا بعتقد ان السيد الرئيس كان شايفه من بدري، شايف من بدري قوي حالة الفوضى اللي حصلة في الاقليم دي، وانه ناس كتير قوي بتختفي من القوى التقليدية الكبيرة، وعالم بيتغير، وانه القوة لازم تبقى موجودة عشان تقدر تحسم حمايتك لهذا الوطن. يعني انت لن تستطيع حماية هذا الوطن الا ان انت تكون عندك قوة رشيدة حكيمة قادر انها تتحرك في الوقت المناسب وتختار القرار المناسب مع التطورات اللي بتحصل والمتلاحقة في المنطقة اللي ربما محدش كان بيتوقعها. يعني انت النهاردة لما تيجي تبص كل دولة هي نظرية امن، واحنا كنا محاطين بنظرية امن كتير قوي لدول تانية. نظرية الامن المصرية كانت قايمة على حاجة واحدة بس، انت بتحمي هذا الوطن وبتحمي هذا الشعب، ولحماية هذا الشعب كان في انحياز في 30 يونيو، ولحماية هذا الشعب النهاردة كان في موقف قوي جدا في قضايا زي قضية الصراع العربي الإسرائيلي، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والنهاردة مصر هي الدولة الوحيدة اللي بتتكلم على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية عشان تبقى هي نقطة الاتزان في هذه المنطقة. طيب في الجزئية دي يعني ناس كتيرة بيقعدوا يزايدوا على مصر من يوم 7 أكتوبر، وأنا تقديري ان طيب يا جماعة لو مصر مضايقاكم يعني شيلوا الموقف المصري وشيلوا مصر من المعادلة، اين كانت فلسطين اليوم؟ انا عايز اقول لك ان الموضوع انتهى، الموضوع خلص والقضية خلصت، انت لولا وكان في مباركة اقليمية بهذا الامر يعني، ومواقع دولية كمان. أيوة. يعني لا الاخطر كمباركة اقليمية بهذا الامر طبعا، يعني اصل احنا مش بنتكلم على حاجة سر، احنا بنتكلم على ايام قريبة كلنا عشناها. ان الاقليم تعامل مع المشهد وكأن هذا الصراع بدأ يوم 7 اكتوبر وليست القضية من سنة 48. يعني خلينا اقول لك انه في النقطة دي تحديدا خلينا نتكلم على منتج مهم جدا، منتجات 30 يونيو، يمكن قبل ما نطلع بيوم السبت يبقى انفراد عندك،
انه القاهرة الاخبارية، الخطاب الاعلامي اللي تبنته القاهرة الاخبارية، ازاي انت طول الوقت كدولة عندك اصرار على فرض رواية صحيحة 100% بتتكلم على ضرورة اقامة دولة فلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، ان غزة هي المنطقة الوحيدة اللي قادرة ان هي تبقى نواة لهذه الدولة. غزة والضفة ما فيش حاجة بالضبط كده، ده القطعة الارض الوحيدة المتماسكة اللي ممكن تقدر تبني عليها المشهد بس ده. بس النهاردة هنقدر نتكلم، معلش يعني بغض النظر ان التفاعلات محدش يقدر يحدد الساعة اللي هي يحصل فيها ايه. صحيح. واحنا بنتكلم دلوقتي التصعيد او اللهجة الحادة كلها باتجاه الجبهة اللبنانية. وامر في منتهى الخطورة طبعا يعني. بس من تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، اسرائيل عمرها ما تراجعت عن ارض دخلتها. هل بعد هذه الحرب ايا كان السيناريو القادم اسرائيل هتتراجع وتخرج من قطاع غزة؟ خلينا اقول لك ان 7 اكتوبر من احد اهم تداعياتها انه نظرية الامن الاسرائيلي يعني تم اختراقها بشكل كبير جدا. حصل لهم انكشاف، انكشاف اقليمي خطير. حصل لهم انكشاف، انكشاف ده اي متابع للاخبار النهارده يعرف صادر ووارد اسرائيل ايه ووضع اقتصادهم ايه والشركات اللي خارجه ايه والشركات اللي داخله ايه والسلاح اللي عندهم ايه وقدراتهم القتاليه ايه وقدراتهم التكتيكيه ايه والكلام. كل الكلام ده بقى على عينك يا تاجر. خلاص حصل لهم انكشاف، ده جرأ عليهم كل القوى اللي موجودة في المنطقة على مناوئة معاهم، وربما بتمثل وكلاء لقوى عظمى أخرى داخلة في هذا الصراع ضد من يقف وراء إسرائيل. خليني ناخد الموضوع للصراع أكبر. النهاردة في ناس كتير لها مصالح إنه هذا الصراع يفضل مشتعل. روسيا أوكرانيا طبعا طبعا. انت خدت الإعلام كله اللي كان باصص على هذه الحرب والاهتمام الكبير بيها حتى التسليم. لا، والروسي بقى بيقعد في مجلس الامن يحط رجل على رجل يقول لك اللي كنتوا بتنتقدوني فيه في روسيا بتعملوا في اسرائيل. بالظبط كده. يعني يكفي ان انت محكمه العدل المحكمه الجنائيه الدوليه واقفه عاجزه قدام نتنياهو والناس. محكمه الجنائيه الدوليه بس، محكمه الجنائيه الدوليه في حين ان هي ادانت بوتين والجمعيه العامه وكل المنظومه الدوليه. طيب علشان الوقت بدا يعني يجري، بتفكر في احتفال 80 سنة الأخبار اليوم ازاي؟ يعني هو يمكن سبق لأوانه، احنا الخطة لسه بتتحط وتترتب، لكن خلينا اقول لك انه ده احتفاء بأحد رموز الصحافة المصرية، مؤسسة قومية كبيرة. احنا هنحاول نحتفل بيها ان احنا نذكر الناس بالتجربة، وان احنا نتكلم على الإعلام المصري والتطور اللي حاصل فيه دلوقتي، ازاي انه أخبار اليوم هتخش عالم جديد، يعني عصر جديد بأدوات جديدة وبأدوات مختلفة، وإن إحنا إزاي بنخطط لده بكوادر مصرية وبصحفيين مصريين وشبان مصريين يقدروا يعملوا تجربة قوية. وده إحنا استلهمناه من تجربة القاهرة الإخبارية الحقيقة، إنه إزاي إنت تقدر تعمل تجربة إعلامية مؤثرة في محيطك المحلي والإقليمي بكوادر المصرية. فالرهان على الكادر المصري والرهان على الشباب المصري والرهان على العمالين المصريين انه يقدروا ياخدوا مؤسسة عريقة لعصر جديد ترجع فيه الصحافة المصرية المطبوعة لرونقها. احنا بنخاطب شريحة يعني مثقفة، الاليت اللي موجود في المجتمع لسه بنخاطبه حتى هذه اللحظة ولسه بيتأثر بينا، واحنا بنحاول ان احنا ننقله كل حاجة بتحصل في العالم بشكل يعني جيد، بصناعة جيدة، بصناعة بتتواكب مع العصر. بنحاول ان احنا ناخد هذه الادوات ونخش في دوائر تأثير جديدة، وده طموح عندنا ان يبقى في عندنا اجيال جديدة، نقدم اجيال جديدة للصحافة ودماء جديدة للصحافة تبقى موجودة في شرايين المهنة للمستقبل. وده الشكل الرئيسي او الملمح اللي في ذهني دلوقتي اقدر اقوله عن احتفالنا ب 80 سنة اخبار اليوم. استاذ محمود نورتني وشرفتني، وكل الامنيات يا رب بتوفيق في كل ما هو قادم. خلصت حلقتنا، نشوف حضراتكم على خير باذن الله بكرة حلقة جديدة من المانيفستو.